النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا اللي هو السي اس سي ار. كنا زمان بنسميه السي اس ار والسي اس سي ار اللي هو سنترال سيرس كوريوريتينوباثي. تمام؟ ايه حكايه المرض ده؟ المرض ده مرض مش معروف سببه قوي. بيجي ازاي؟ بيجي واحد شاب مثلا ما بين العشرين او الاربعين كده، يجي يقول لك والله يا دكتور العين دي انا مش شايف بيها كويس، مزغلله، مش شايف بيها تفاصيل، ممكن ما اعرفش اقرا بيها. تمام؟ ممكن يحس بميتامورفوبيا اللي هي الساينز بتاعت او السيمتومز بتاعت الماكيولر ليجن. تمام؟ هنفحصه الراجل الواد ده، هنفحصه هنيجي نبص ممكن نلاقي الفيجن بتاعه ايه؟ 6 12 ممكن يكون 6 18 بالكتير، ساعات بيبقى 6 9 ممكن يوصل بالكونفكس لينس الاحسن من كده. تمام؟ هبص على الكلينيكال هلاقي لو احنا بنشوف كويس الماكيولا هنلاقي في سبرتنا الفلويد، لو احنا مش بنشوف كويس او مش عارفين نحدد بالظبط ده ايه، هتلاقي على الاقل في تغير في الماكيولا ريفلكس. طيب ايه اسباب السي اس ار؟ طبعا السي اس ار اشهر صوره ممكن نشوفها هو صوره الاو سي تي بتاعه السبرتنال فلويد. دي اشهر صوره ممكن توصف السي اس ار واللي معروفه ايه بالنسبه لنا. ماكلا او ريتنا ما فيش فيها فلويد جوه الريتنا، لكن الفلويد كلها متحوشه في السبريتنال سبيس. فزي ما اتفقنا هو يجي امتى؟ يجي في شاب ويجي نولاترال، يجي يقول انا عندي زغلله مش عارف اقرا، مش شايف بيها الملامح، ابص على عينيه الاقي سبريتنال فلويد، والعين الثانيه في الاغلب بتبقى كويسه جدا. تمام. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل سي اس ار؟ الحقيقه الاسباب طبعا احنا دي مش الاسباب الاكيده، ولكن احنا قلنا دي ممكن نقول اسوسيشن، او لما يجي لنا عيان عنده سي اس ار لازم نستبعد الاسباب دي. اول سبب اس 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 وبي بي. الاس الاولانيه ستريس، يعني واحد عنده ستريس اليومين دول، او واحد عنده تايب اي بيرسوناليتي ممكن يجيله السي اس ار. الاس الثانيه عيان بياخد ستيرويد، وطبعا سيستميك ستيرويد هو ده اللي ممكن متهم في حدوث السي اس ار. الاس الثالثه اللي هو سليب ابنيا سندروم. تمام؟ دول الثلاثه اس. طب البي؟ البي الاولانيه بريجنانسي، وطبعا اللي زي البريجنانسي بعض الاورال كونتراسبتيف بيلز. البي الثانيه اتش بايلوري انفكشن. يبقى الحاجات دي لما يجي لي عيان سي اس ار انا هساله عن الحاجات دي عشان استبعدها. تمام كده؟ بس في حاجه مهمه جدا 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 للعيان اللي جاي لي شفته كده ولقيت عنده سبرتنال فلويد، لازم قبل ما اقول سي اس ار لازم استبعد الاسباب التانية اللي ممكن تعمل لي المنظر ده. طب المنظر ده يتعمل بايه؟ اللي بنسميه كده سكندري سي اس ار، او الديفرنشال دايجنوز بتاع السي اس ار. لو انا عندي هنا في دي الكرو، ده الار بي اي مثلا، وده الكرويد، ودي السكليرا. فلو العيان ده عيان مثلا عنده سكليرايتس هيبقى عنده سبرتنال فلويد. طب عيان عنده كرودايتس زي الهراده هيبقى عنده سبرتنال فلويد. طب عيان عنده كرويدال ميلانوما او حتى هيمانجيوما هيبقى عنده برضو سبرتنال فلويد. طب عيان عنده حاجه اسمها اوبتيك ديسك بيت، يعني الديسك ده في حته ناقصه من هنا كده، فقامت مسربه فلويد تحت الريتنا، تعمل لي نفس المنظر. طب لو عيان عنده بريفرال بريك والبريك ده عامل تراك لعد الماكولا، هيعمل لي نفس المنظر. يبقى انا هتعامل مع العيان ده ازاي؟ اول حاجه عيان جالي كشفت عليه لقيت سبريتنال فلويد، عملت له او سي تي، بعد ما عملت له الاو سي تي هبدا اقول له انت عندك اي حاجه من دول؟ ما طلعش. لازم استبعد قبل ما اشك في السي اس ار، استبعد السكندري كوزز اللي هي ايه؟ زي السكلرايتس، زي الكرويدايتس، زي الكرويدال ميلانوما، زي إيه؟ على فكره عيان الريتنال انجيوميتس بروليفريشن ساعات ممكن يجي بسبريتنال فلويد في الاول. تمام؟
استبعد وجود اوبتيك ديسك بيت او اي اوبتيك ديسك انومالي، لان ده ساعات بيسرب فلويد تحت الريتنا او يكون في بريفرال بريكس. تمام. طيب انا استبعدت الحاجات السكندري دي وخلاص ما لقيتش حاجه منها، والايدج بتاع العيان والبرسوناليتي بتاعته وكل الحاجات دي قالت لي ان ده عيان سي اس ار. تمام. هتعامل معاه ازاي؟ العيان ده هيجي لنا بثلاث صور. الصوره الاولانيه اكيوت، الصوره الثانيه ريكارنت، والصوره الثالثه كرونيك. هكلمكم على الاكيوت الاول. ايه الاكيوت ده؟ زي ما اتفقنا عيان جاي بيقول لك انا بقالي يومين ثلاثه كده العين دي مزغلله مش شايف بيها كويس، بصيت عليه فحصته عملت الاو سي تي لقيت سبريتنال فلويد، استبعدت الاسباب السكندري ما لقيتش اي اسباب سكندري، فخلاص ده اكيوت سي اس ار. عيان الاكيوت سي اس ار ده انا عايز اكونفيرم الدايجنوزس. عشان اكونفيرم الدايجنوز بقى بتاعي هروح اعمل ايه بقى؟ هروح اعمل فاندس فلوريسين انجيوجرافي. ده لو انا مش متاكد من الدايجنوز او عايز اكونفيرم الدايجنوزس بحاجه، خلاص انا قلت دي خلاص دي سي اس ار. السي اس ار بينتج عن ديفكت في الار بي اي. ده الار بي اي مثلا وده الريتنا اهي، بيحصل ديفكت هنا كده فبيسرب الفلويد من تحت للسبريتنال سبيس. ده اصلا الباثولوجي بتاعه. فلما هروح انا اعمل فلوريسين هشوف حاجتين، حاجه من اتنين، يا اما حاجه اسمها السموك ستاب او الانك بلوت. يعني لا اما الاقي الليكج اللي موجود تحت الريتنا ده يا اما على هيئه دايره كده مدوره كان رميت نقطه حبر على ورقه، تمام، او ان انا اشوف حاجه زي مدخنه الكباب، الدخان اللي طالع من مدخنه الكباب تلاقيه عامل كده. تمام. يبقى دول التو باترنز اللي انا هشوفهم في الفلوريسين في الايه في السي اس ار. طيب عملت او سي تي شفت المنظر ده، عملت فلوريسين شفت واحد من المنظرين دول، خلاص انا بقيت شور ده عيان ده سي اس ار. هتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه طيب انا خلاص قلت ان هو اكيوت، هتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه الخمس اسباب اللي احنا قلناهم هنا الاس اس اس بي بي لازم نعالجهم او نوقف الاسترويد. يعني اتش بايلوري بعد اذنك روح اتعالج. بريجنانسي طب مش عارف اعمل لها حاجه، خلي بالكوا البريجنانسي من الحاجات اللي ممكن تعمل بايلاترال سي اس ار. تمام. عيان عنده ستريس، والله هقول له ده من الاستريس بتاعك، ممكن يروح ياخد مهدئات مع دكتور المخ والاعصاب بتاعه او دكتور النفسيه. عيان بياخد استرويد هوقف بعد اذنك، وقف الاسترويد ده مهم جدا، وهكذا. ما عشان كده احنا قلنا ان احنا مش عارفين السبب، وان دي ممكن تقول اسوسيشن اكتر ما هي سبب. اه دي اسوسيشن لانها مع السي اس ار بس مش هي السبب. يعني مش هقدر اقول مثلا احنا لقينا مثلا ان العيان اللي بياخد استيرويد بيحصل له سي اس ار، ازاي مش عارفين. بس هو الباثولوجي الاساسي بتاعه ان بيحصل ديفكت في الار بي اي فبيعدي الفلويد منه. تمام. والكلام الجديد كمان ان المشكله مش في الار بي اي بس، المشكله كمان في الكرويد. لان دلوقتي لما بنعمل حاجه اسمها الاي دي اي او الهانس ديبس ايمجنج او سي تي بنلاقي حاجه اسمها باكي كورويد، يعني الكورويد فيه تغيرات بتحصل مع عيان السي اس ار. تمام. طيب يبقى اول حاجه هشوف الاسباب وابدا اعالجها. الحاجه الثانيه عيان الاكيوت سي اس ار هعمل معاه ايه؟ فولو اب. يعني التريتمنت بتاعه كونزرفيتيف، هيجي لي هقول له والله انت عندك رشه تحت الشبكيه، ورشح ده سببه اما 1 2 3 4 5، حاول نعدل ونشوف الرشح دول الحاجات دي اللي زودت الرشح او اللي عملت الرشح ده، وهشوفك بعد مثلا 3 اسابيع نعيد الاو سي تي تاني. فبنعيد الاو سي تي تاني ونشوف هل في تحسن في الـ في الـ في الـ في السبريتال فلويد ولا لا. في الاغلب الدنيا بتتحسن، قد تصل الى نسبه 80 او 90% بيتحسنوا من غير اي تريتمنت. ساعات على فكره العيان بيبقى ايه فكره ان انا دكتور انا عندي مشكله في الشبكيه وانت كمان بتقول لي مش هديك علاج، فساعات بديلهم ايه نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج اللي هو النيفاناك او النيفاكسال ك
كيعني حاجه زي بلاسيبو كده، عشان العيان يقول لك اه والله ده الدكتور اداني قطره ومش كده يعني. وان كان زي ما اتفقنا هو علاجه مفيش علاج، تمام؟ لحد قد ايه بفضل اتابعه؟ لحد 3 شهور. تابعته 3 شهور هيبقى عندي حاجه من الثلاث احتمالات هيحصلوا، يا اما حصل كومبليت ريزوليوشن خلاص ما عادش عندي سي اس ار. طبعا انا بفضل اتابعه بعد شويه عشان ممكن يحصل ريكيرنس، او اقول للعيان بعد اذنك انت بقيت كويس نظرك رجع، بعد ممكن يرجع على فكره نظره 6 9 6 6، بس لو حصل اي تغير في النظر تعال لي. طيب الحاجه الثانيه ان يحصل ريكيرنس. يعني ايه ريكيرنس؟ يعني العيان بقى كويس تماما وبعدين هو رجع له السب ريتينال فلويد تاني، فده هيقوم رايح للاحتمال التاني، لان انا ممكن العيان يجي لي في النص هنا كان عنده سي اس ار ويقول لك يا دكتور انا كان عندي مشكله وتعالجت بس رجعت تاني، اصور الاقي عنده سي اس ار زي ما اتفقنا، او العيان ما اتعالجش اصلا ما راحش من عنده السب ريتينال فلويد وفضل موجود، فساعتها اسميه ايه؟ كورونيك. يبقى احنا اتفقنا في الاكيوت سي اس ار مش هنعالج، وهيبقى عندنا الاحتمالات دي، ان انا يا اما العيان حصل له كومبليت ريزوليوشن، يا اما العيان حصل له كومبليت ريزوليوشن وبعد كده بقى ريكارنت، او ما خفش اصلا وفضل السب ريتينال فلويد وبقى كرونيك. وهما الاثنين دول اللي بندي لهم ايه؟ العلاج. هو ده بقى اللي انا هبدا اشوف اعمل له ايه. معلومه بسيطه، وجود السب ريتينال فلويد لفترات طويله تحت الريتنا بتعمل تاثيرات في الار بي اي وفي الفوتوريسبتور لير، يعني في الاغلب العيان الكرونيك ده صعب ان هو يرجع الفيجن بتاعه 6 6. اه ممكن يرجع، ممكن يرجع 6 6 بس مش دايما. ليه؟ لان وجود السب ريتينال فلويد لفترات طويله بتعمل تشينجز في الار بي اي وتشينجز في الفوتوريسبتور لير. بنكتشفها ازاي؟ لو احنا عملنا فاندس فلوريسين انجيوجرافي بنلاقي حاجه اسمها الجرافيتيشنال افكت. ايه الجرافيتيشنال افكت ده؟ لو ده اوبتيك نيرف اهو ودي الفوفيا وانا عندي هنا فلويد اهو عامل كده، لما بصور فلوريسين او حتى لما اعمل اوتو فلوريسنس هشوف الحته دي متغيره. اه في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم، ان في الفلوريسين هنا ده بيحصل في الايرلي، طب في الليت بيحصل ايه؟ بيحصل بولينج للصبغه في السب ريتينال سبيس ده، تمام؟ دي معلومه يعني عشان لما تشوف فلوريسين في الليت ستيج خالص تلاقوا الصبغه اتكونت في الحته اللي هي السب ريتينال سبيس المفتوح ده. خلاص؟ فده بيعمل جرافيتيشنال، دي ملهاش قيمه قوي، يعني احنا لو عندك هيستوري كويس للعيان وكده، بس دي ممكن حاجه تكونفيرم الكرونيك سي اس ار، واحنا في الكرونيك سي اس ار مش بنحتاج كونفيرميشن، انت ممكن تشوف اصلا الار بي اتش جيز بعينيك كمان كلينيكال. طيب خلاص العيان ده رجع له الاتاك ثانيه او هو اصلا ما راحش من عنده، هبدا اشوف اعالجه ازاي؟ اول علاج، والعلاج ده الستاندرد اوف كير لعيان السي اس ار او الكرونيك سي اس ار وكرونيك سي اس ار اللي هو الفوتو دايناميك ثيرابي، تمام؟ وللاسف ده مش موجود في مصر. العلاج الثاني للفوتو دايناميك ثيرابي غير الفوتو دايناميك ثيرابي الليزر. كان زمان بنعالج عيان السي اس ار ده بالارجو الليزر العادي او الدايود ليزر بتاعنا العادي اللي احنا بنعمل بيه البي ار بي اللي بنعمل بيه ماكلر تريتمنت للليزر، بس ما كناش نقدر نعالج السفوفيال ليجن. كان ممكن نعالج جاكستافوفيال ليجن او بارافوفيال ليجن، يعني ما نقدرش اضرب عند الفوفيا، تمام؟ لحد ما ظهر يبقى انا عندي الكونفنشنال ليزر والمايكروبالس. لما ظهر المايكروبالس دايود ليزر اه لا بقيت اقدر اعالج بيه كل الليجن حتى السفوفيال. طيب فضل ايام مش موجود، عملت ليزر وما جابش نتيجه، ممكن يجيب نتيجه كويسه جدا. انا اعرف دكتور زميلي عيون جاله سي اس ار وتعالج بالكونفشنال ليزر ده وبقى كويس بالمناسبه، بس هو حظه ان هو كان بارافوفير. الحاجه الثالثه غير الليزر، قال والله احنا شاكين في الاسترويد ان هو ممكن يكون عامل ده، طب ما انا اديله انتي مينرالو كورتيكويد، يعني حاجه تكون ضد الاسترويد على الفوتوريسبتور بتاعتها، ماشي؟ فقال لك ممكن ندي حاجه اسمها ابلرون او سبايرول لاكتون، ودول ادويه انتي هايبرتنسيف، تمام؟ بس هم ليهم انتي مينرالو كورتيكويد افكت، فبنديهم ممكن نديهم مثلا للعيان اسبوعين 3 شهر ونتابع ونشوف في تحسن ولا لا. ما لقيناش تحسن
بلجأ في الآخر خالص للإيه؟ للأنتي في جيف. وهم دلوقتي بيتكلموا على إن الفيزيك له تأثير كويس جدا في حالات السي اس ار. دي آخر بيبرز اللي طلعت. يبقى تو سمرايز، جالي عيان أنا شكيت إن هو عنده سي اس ار، لازم أستبعد حاجات السكندري سي اس ار. اتاكدت ان هو سي اس ار، لازم ابدا اساله في الهيستوري على الامراض او الحاجات الكومباينيشنز او الاسوسيشنز اللي ممكن تيجي مع السي اس ار. عملت له او سي تي طبعا، عملت له فلوريسين عشان اكونفيرم الدايجنوزس. خلاص العيان ده اصلا من الهيستوري بيقول لك انا بقالي يومين بس مزغلل او ثلاثه او حتى اسبوع، يبقى العيان ده اكيوت. هنفضل نتابعه لمده 3 شهور. بعد 3 شهور اشوف اي سيناريو هنوصل ليه. السيناريو اللي هنوصل ليه لو كان خلاص حصل كومبليت ريزوليوشن هتابعه واقول له انت كويس مع السلامه مش محتاجين منك حاجه، بس لو في تغيرات تعالى لي. طب حصل جالي وهو ريكارنت، يعني كان كويس وبعدين رد عليه المشكله تاني، ساعتها هيبقى اسمه ريكارنت. ده ما اتعالجش اصلا والفلويد ما راحش خالص فبقى اسمه كرونيك. والاثنين دول هما اللي انا ايه هعالجهم. بوز هما دول اللي انا هعالجهم زي ما اتفقنا. فوتو دايناميك سيرابيس مش موجود عندنا، ممكن اعالجه بالليزر وخصوصا المايكرو بالس دايود ليزر. اديله الانتي مينرال كورتيكويد زي الابيليرون او السبيرولاكتون، وفي الاخر خالص بلجا للانتي فيجيف. معلومه مهمه جدا، معلومه مهمه جدا، لو انا عيان الكرونيك ده سواء خف او ما خفش اقول له خلاص انا فشلت في علاجك، او حتى خف وبقى كويس والفلويد راح، النظر مش هيتحسن قوي بس خلاص انا عندي فلويد راح ما عادش عندي فلويد، هقول له روح خلاص ما عادش محتاجك؟ لا، لازم اتابعه كل شويه. ليه؟ لان في ستيل بوسيبيليتي ان يحصل سي ان في. وهنا ساعتها هقول لكم ان انا محتاج الانتي فيجيف علشان اعالج عيان الريكرنت او الكرونيك لو هو ريسيستنت او لو حصل له سكندري سي ان في. تمام كده؟ تمام، شكرا.